يلا يلا. وين الحكم؟ وين الحكم؟ اليوم فريق بلدي فاز بنتيجة كبيرة وانت سجلت سوبر هاتريك، شو بتحكي لنا عن أوضاع المباراة وهل كنتوا تعتقدوا انه راح تفوزوا؟ استطعنا الحمد لله انه نحقق الفوز باللعب الجماعي والروح الجماعية اللي تمتع فيها الفريق، والحمد لله حققنا الفوز وكل الفريق كان أداؤه جيد والحمد لله، إن شاء الله لسه القادم أفضل. كان في بعض الخشونة من بعض اللاعبين عندكم، وكان في أحياناً عدم التزام بالمواقع أو شيء، شو بتحكي لي على أوضاع المباراة بشكل عام؟ بشكل عام كل فريق يكون عنده أخطاء، ونحن حاولنا قدر الإمكان نخفف من الأخطاء مشان بالنهاية نوصل للفوز. التحكيم، أنت راضي عن التحكيم؟ والتحكيم كان جيد وقراراته كلها كانت سليمة سواء كانت علينا وعلى الفريق الآخر. نعم على الأسف يعني نحن خسرنا. الفريق أتوقع أداء مباراة حلوة، كان ناقصه شوية تركيز اللاعبين خاصة بالتنقل ما بين خط الوسط والهجوم. الفارق ما كان كبير، نحن خسرنا بنتيجة 8-7 أو 8-6، بس الفارق كان جول أو جولين. ضرتنا الإصابة، الفريق كانت لياقته جيدة، كان ناقصه شوية تركيز. ضرتنا إصابة الحارس مع نهاية الشوط الأول، هذا الشيء خلى أنه لاعب من الدفاع ينزل لحتى يكون حارس، هو مو مركزه. للأسف عملنا مباراة حلوة، كان ناقصنا شوية تركيز. مبروك للفريق، لشبكة بلدي. الحكم أدى أداءه بشكل جيد. أوكي مساحة الملعب ما بتساعده أنه هو يكون موجود على أرض الملعب، عم يضطر يكون عند الخط. بنعرف نحن بالمباريات الطبيعية بيكون الحكم قريب من اللقطة أو قطعاً عم يكون بعيد. الحكم أدى مباراة حلوة. التدخلات العنيفة من اللاعبين شبكة بلدي أو حتى من اللاعبين بتوقع هي شيء روتيني. هاي بالأخير مباراة، ممكن يصير فيها أخطاء، ممكن يصير فيها ألعاب صحيحة.